It's a great pleasure. إنه لمدوع سروري أن أجتمع بكم اليوم في يوكوهاما مرة أخرى بعد الاجتماع الناجح في شهر مارس الماضي. كان هناك اجتماعنا أيضا في شهر يونيو على هامش مجموعة الـ20 في لوساكا. اليوم نجتمع معا مرة أخرى في هذه المناسبة التاريخية وهي التيكاد 7، وحيث يقوم الرئيس جمهورية مصر العربية لأول مرة برئاسة تيكاد 7، ليس فقط كرئيس لمصر ولكن أيضا كرئيس للاتحاد الأفريقي. تيكاد بدأت بالفعل يوم أمس، وقبل أمس أو يوم أمس كان هناك اجتماع على مستوى السفراء برئاسة مشتركة من مصر واليابان بمشاركة كل البلدان الأفريقية. واليوم في هذه اللحظة هناك اجتماع وزاري تحت رئاسة مشتركة لكل من مصر واليابان، وبدءا من غد سوف يقوم رئيس الوزراء الياباني والرئيس المصري برئاسة الاجتماع التيكاد 7. هذا هي الطريقة التي يتعاون بها بلدنا من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر بين اليابان وأفريقيا. أهم موضوعات التيكاد هو تعزيز مجال الأعمال، فأهم العناصر الحاضرة هم رجال الأعمال بالطبع، وأننا نرى فرصا عظيمة في أفريقيا، وطبعا وبصفة خاصة من بينها مصر والتي تتمتع بإمكانيات عظيمة وعمليات ناشطة، والحكومة الآن تتأكد مبادرة قوية لفتح بلدان بلدها لبيئة استثمارات مواتية لذا، فإن الشركات اليابانية أكثر اهتماما الآن بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر. ونحن كحكومة يابانية وكحكومة مصرية أيضا حريصون على تطوير العلاقات بين رجال الأعمال الدكتور سحر نصر والسيد عمرو نصار، نعمل معا بشكل مستمر لتعزيز هذه العلاقات ولإدارتها بشكل أكثر انتظاما، لأننا نتحدث عن إطار مستمر لبيئة الأعمال والعلاقات الاستثمارية بين البلدين. وسوف تكون هناك مناقشات بين قادة رجال الأعمال بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء أبي للمضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أن يسألني كثيرا، أنا أرى كثيرا من رجال الأعمال اليابانيين وأيضا رجال الأعمال الكبار المصريين، والمثال الجيد لذلك هو السيد إبراهيم العربي الذي اختير أو انتخب رئيسا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، لذا فهو يمثل بطريقة ما دائرة الأعمال المصرية، ونرى هنا أيضا ممثلين عن قادة ليس فقط الشركات المصرية الكبرى ولكن الشركات الأفريقية الكبرى مثل السويدي والمقاولون العرب. وأرى هنا من المهم بالنسبة للرجال للشركات اليابانية تطوير العلاقات في مصر وفي أفريقيا، والشراكة أمر هام جدا، ووصي رجال الأعمال اليابانيين وأنصحهم بتعزيز الشراكات مع الشركات المصرية الكبرى التي على دراية ليس فقط بوضع في مصر ولكن في أفريقيا أيضا وفي السوق الأفريقية. فكل هذه الأشياء أضعها في رأسي
وسأواصل بذل قصارى جهدي لدعمكم جميعا، وأتمنى لكم جميعا اجتماعا مثمرا اليوم، وشكرا جزيلا على اهتمامكم. Thank you very much for your attention.